يمكن الأخ يعني فاروق بيقول الكلام ده، لكن الكناف أعلن عنه وبعطاءات. المؤسسة التعدين اللي كانت في جبال انقسنا أعلن عنها، الفنادق أعلن عنها محليا وعالميا. الحاجات اللي شعرنا انه الاعلان عنها ما بكفي، قلنا لغايه ما تقوم سوق الاوراق الماليه اللي هي البنوك. التجربه الوحيده اللي عملناها لما جوني بتاع البنك التجاري وليه حس هم قاعدين، قلت لهم انتوا اذا مقتنعين انه البنك ده كويس يا محمد اشتروا انتوا. في اوروبا في حاجه اسمها مانجمنت باي اوت، يعني تقوم الاداره تشتري المؤسسه بتاعتهم. انا ده مستعد اساعدكم مع البنوك عشان نمشي نقعد ونكتب نقول ادوهم قرض يشتروا به البنك التجاري. ذهبوا ولم يعودوا. المزارعين كانوا اشطر يشتروا البنك الزراعي، واحنا تحيزنا لهم، اقول من حسه تحيزنا لهم بوضوح وصراحه. جو الناس القدام بتاع البنك التجاري عشان يشتروه ما قدموا عرض يعني مناسب. لما جو المزارعين قالوا عاوزين نشتروه احنا وندفع بحقنا في القطن وفي القمح بعنا لهم. والان مصرف المزارع التجاري من احسن 5 مصارف في السودان. وانا امبارح بالليل قاعدين للساعه 11 مع بنك السودان بنقيم البنوك عشان نشوف البنوك الكويسه نحفزها. بنك المزارع الان وهذا فخر لمزارعي السودان، واحد من احسن 5 بنوك اللي هي استطاعت انها يعني تنمي البنك وتلبي حاجات البنك المركزي للملاءه الماليه وشروط التقدم الوضع البنك المركزي. فهذا اجراء كان صحيح وسيظل اجراء صحيحا، وانا اتمنى انه الناس يتقدموا. يتقدمت احادات الاطباء اشتري بنك، تتقدم اتحادات المحامين اشتري بنك. لكن البنود صعبتوها ما صعبناها ولا حاجه، ما صعبنا، وتمنى بسيط جدا، وتمنى بسيط جدا. فالشفافيه موجوده يا اخبارو، ارجع لكل هذه الاجراءات، الشفافيه موجوده جدا. التقييمات تمت يعني بلجان معروفه جدا، حصلت التقييمات سودتين مثلا قيموها. لما جو الناس قالوا والله احنا ما دارين نشتري دار الهاتف، واتضح انه على اوقاف ذاته يعني في الاخر الناس يعني شعروا انه الاوقاف ذات الناس همتوها همت زياده على اللزوم. قالوا احنا ما دارين نشتري يعني دار الهاتف، تقيموها لنا ب 300 مليون جنيه، ادونا المكانات. اديناهم المكانات الموجوده المقسمات. حقيقه الان بقت نصيب الحكومه في السودتين اكشوالي زيرو، صفر، لانهم هم غيروا جابوا مكانات جديده، تكنولوجيا جديده. لكن بالرغم من كده لانه الحكومه هي صاحبه الترخيص وهي صاحبه الاسم، عندها الان لغايه الان 45%. بس معانا استاذ عبد الرحيم، معانا مواطن الحقيقه في له فتره، نحن زي بعدين احنا بالمناسبه لجنه التصرف من اول يوم سميناها لجنه التصرف في مؤسسات القطاع العام، وفي قانون بيحكمها، وفي 8 أو 7 وسائل للتصرف من البيع والاعلان و الى اخره، فما حصل فيها نوع من التراجع او التغيير. وانا كنت رئيسها بحكمي انا وزير الماليه، وزير الماليه هو المسؤول عن اصول الدوله، قانون الاجراءات الماليه سنه 76 بديه هذا الحق، واي وزير ماليه في العالم هو المسؤول عن كده. عشان كده طبيعي، مش لانه انا عبد الرحيم حمدي صاحب النظريه، انا ما صاحب النظريه ولا حاجه، دي نظريه في العالم كله. فاللجنه من اول مره واشتغلت، وفيها لجان فنيه وفيها عشرات الخبراء شغالين سودانيين في الجامعات وغير الجامعات، هم اللي بيعملوا التقييم وبيعملوا الريبورتس للجنه الوزاريه، وبتمشي بعد ذاك لمجلس الوزراء وبتتخذ فيها قرارات. عمليه حقيقه انا ما شفت فيها كميه من التشاور والشفافيه زي عمليه التصرف في المرافق العام. نشوف معانا مواطن متصل. نعم. متاسفين. الو الو، السلام عليكم. متاسفين متاسفين، خليناك في الخط فتره، لكن لاهميه حديث السيد الوزير قصدنا اننا ما نقطع تسلسل حديث. ده دخل للسودتين كويس. طيب منو معانا يا اخوي؟ معاك الاستاذ محمد احمد يحيى. نعم. من وين ضارب؟ لحظات محدده داير اقولها. ضارب من وين انت؟ ضارب من الخرطوم هنا. من انت راجل اقتصادي مواطن عادي؟ كلمنا. لا انا مواطن عادي من غمار الناس. طيب حتكلمنا عن النقطتين، لانه زي ما لاحظت احنا مستضيفين السيد الوزير في الحلقه دي والبعده، فعشان نمشي في التسلسل ارجو نقاطك تكون منحصره في قضيتي التحرير والخصخصه. ده تماما الكلام اللي حتكلم فيه. شكرا. فضل. انا كمواطن بلاحظ حاجه محدده، ان سياسات التحرير الاقتصادي على ضوء المقولة العامة انك اذا عايز تعرف اثر نتيجة ما لفعل ما بيشوف الاثر بتاعه العام. انا بعتقد ان سياسة التحرير الاقتصادي انعكست سلبا على حال المجتمع السوداني ككل في سياسة الافغار العامة والسياسة بتاعت الجحيم اللي بنعيشه هسه. على مستوى ثاني انا اعتقد ان سياسة التحرير الاقتصادي بيع المؤسسات الحكومية على القطاع العام افرزت على المستوى الاجتماعي احالة العديدين للصالح العام، بما يعني بشكل او باخر الشارع عكس الكلام ده على حال الاف الاسر، مما انعكس سلبا على التفصيله الاخلاقيه والاجتماعيه بشكل عام. انا اعتقد بشكل واضح انه على الحكومه ان تراجع هذه السياسات
وأن تعيد النظر إلى كثير من السياسات المتعلقة بالتحرير الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية. إذا سيد الوزير عندك ملاحظة. نعم. اللي جابت ممكن تسمع كلام اتهامات إنشائية، أنا حجاوبه بال يعني حتى بالأرقام. بعد ما يقول السيد الوزير إذا عندك مداخلة ممكن نعم. تقول تاني. بيع المؤسسات حال العديد للتشريد والإفقار والتدهور الأخلاقي للأرقام من تحتك. أديك مثال من سوداتيل. سوداتيل كان فيها 7000 عامل، لما بدت استوعبوا أكثر من 2000 سوري أكثر من أقل من 6000 عامل، استوعبوا 2000، ارتفعت إنتاجية العامل من 5 تلفونات إلى 125 تلفون، يعني كل واحد مسؤول منها. سوداتيل الآن فتحت 7000 مكتب للاتصالات، إذا حسبت أي واحد بيعيش 2 دي 14000. سوداتيل الآن يتعامل معها شراء وبيعا 200 شركة صغيرة، إذا كل شركة بتعيش لها 10 ناس بين الموظفين والعملاء، ديل كم 200 في 10 يعني عدد خيالي. فالخصخصة في النهاية يعني عملية تخفيض العمالة اللي بتحصل في بعض المؤسسات عملية مؤقتة، إذا المؤسسة نجحت زي ما حصل في سوداتيل. سيد الوزير ما ينطبق على سوداتيل، هل ينطبق على نعم. أنا شايفك طوالي بتضل لا ما هو لو سمح لي بنطبق بس أنا لحظة الوزير يخلص كلامه على أديك فرصة. أنا أدعوكم إنكم تمشي، وفي تقرير عملته وزارة المالية يعتبروا التقرير ده كاذب عن نتائج الخصخصة، أمشي لكل المؤسسات التي خصخصت حقيقة، مش الأيلولة المشت لبعض الولايات وإلى آخره، حتجد القصة متكررة بالنجاح وبالازدهار بصورة كبيرة جدا جدا. لكن كسل من الإعلام بتاعنا حقيقة والله، وقصور من الحكومة إنها ما بتفرز هذه النتائج، بعد النتائج يعني ما يعني مش يعني زي ما بيقولوا جلامرس يعني ظاهرة كده. لانه مثلا ريو كريكاب من زمن النميري كانوا بيحاولوا يعني يبيعوها ما باعوها، بيجينا احنا بعناها في اول يوم 90 مليون. حكايه افتكرها كانت في وقتها، انا افتكرها والله كان فيها ظلم على الناس اللي اشتروها. الان بتنتج واحده من افخر انواع الحلويات في السودان، وناجحه جدا جدا ومربحه جدا وبيدفعوا ضرائب يعني، لكن الناس ما بيمشوا ينتبهوا لها لانه اشتروها اثنين، يعني ما كانوا شركه مساهمه عامه، في شركات اشترت شركة مساهمة خاصة، شركات مساهمة دي بالضرورة ما قاعد تعلن عن نفسها لأن هي قصص بتاعت نجاح، فأمشي شوفها. أما كلامك عن الإفقار والخمسة في المية والتسعين في المية، يا أخوانا التسعين في المية دي أنا دا أحكي لكم قصتها عشان نخلص منها يعني I hope للأبد. سألنا التسعين في المية دي جات من وين؟ أنا شخصيا قريت في تقرير الدراسات الاستراتيجية، وأنا عضو في مجلس إدارة هذا المعهد، جبتها من وين يا أخوانا؟ أنتم مسؤولين عن إصدار تقرير عن الوضع في السودان، قالوا والله جاتنا في احصائيات الشؤون الدينيه والاسماعيل وزاره كان اسمها الرعايه الاجتماعيه. طيب يا اخوان عملنا مؤتمر وندوه كامله لهذا الموضوع، اتضح انها مجرد تخمينات، لغايه الان ما في شخص يعني يتبنى هذه الاحصائيه. الاحصائيات الخاصه بالفقر بيعملوها الناس بناء على يعني معايير واضحه جدا. انا كنت في انجلترا قبل كم اسبوع في اوائل رمضان، وصدر تقرير من مؤسسة اجتماعية مستقلة قال نسبة الفقر في انجلترا 23%، الناس اللي عايشين تحت خط الفقر، لكن عملوها بمعايير، قالوا مع المستوى الفقر في انجلترا انك تاكل على الاقل وجبتين في اليوم، ما قالوا ثلاثة، على الاقل تشتري لعبة لطفلك اذا انت كده مرة في الشهر بس وجبتين السيد مداخلة يا استاذ احمد ما وجبتين نعم. انت ما بتاع انت انا عشت في انجلترا يعني وجبة فيش تشيبس وجبة ثانية ممكن تكون فنجان قهوة وحاجة تانية معه. المهم لغاية الآن في السودان ما في مؤسسة قامت عشان تعمل دقيقة لحظة إذا سمح لك الرجل عاقل أنا عشان كذا الآن بعمل في دراسة وزارة المالية، وطلبت من الصندوق العربي يدعم لنا دراسة عشان نعمل بها مؤشرات موضوعية، ما نقول نقعد نتكلم نتغلط كذا قدام العالم كله أفقرت الناس ما أفقرت الناس، يعني دي حكاية. المستوى العالمي المقبول للدول النامية كلها حوالي 30%، ده المستوى المقبول. انا سالتهم اليوم ده قلت لهم يعني اخواننا اذا احنا سنه 96 بالمناسبه الاحصائيه دي 96% 90% تحت خط الفقر، الان نكون كم 140%، يعني نستلف ناس نجيبهم للسودان عشان ندخلهم تحت خط الفقر معانا يعني ولا شنو؟ فيعني حقيقه يا اخواننا الاحصائيه دي كلام فارغ، يعني انا افتكر انه اي زول عنده ذره من الموضوعيه ودي حاجه ما يعني ما بنفتخر بها، يعني إذا عايز تهاجم الحكومة هاجم الحكومة، قول حكومة دكتاتورية حكومة متسلطة حكومة كذا، لكن يعني أحسن تهاجم بالحاجة اللي عارفينها الناس، يعني ما ممكن تقول 90% تحت خط الفقر ودي إحصائية بتاع لكن السيد الوزير أظن يتفق معانا إنه نسبة الفقر في السودان عالية.
ما قلت لك معالي، انا قلت لك في العالم الثالث كله 30%. ما في دراسه الان موضوعيه. انا عاوز اعمل هذه الدراسه للفخر وغير الفخر. طلبنا من جهاز الاحصائي قبل سنين انه يعمل حكايه جهاز الاحصائي، امبارح جانا في القطاع الاقتصادي قال ما في تمويل عشان هو يعمل دراسات. انا عاوز مؤسسات اهليه تيجي تعمل هذه الدراسات وتعلينا وتقول احنا واضح يقول لك خصخصه الحكايه. لا لا ليه؟ ليه جامعه الخرطوم ما تعمل الحكايه دي؟ عدد من الجامعات مش الايشو ده حاجه مهمه جدا هذه القضيه. وعندهم كليات اجتماعيه، اي جامعه بتبتدي من الجامعات الجديده بكليه اجتماعيه دراسه والاداره وكذا. جامعه الاحفاد عندها كليه اجتماعيه ممتازه جدا. يجوا خمسه بكره 10 يقولوا عاوزين نعمل ده التيم بتاع الدراسه دي، دراسه مستويات الفقر في السودان. انا من وزاره الماليه بمول الدراسه دي. ما في يا اخواننا، ما معقول احنا نعيش في يعني في 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 جدل، ويعني الناس يعني ما ضل قوم الا يعني بعد ان يوتوا الجدل يعني. فاحنا الطريقه دي ما بتقدمنا قدام، قدمونا بالمعلومات بالنصائح الموضوعيه بالاحصاءات، غير كذا يعني حنستمر نشاكر في بعض ساكت يعني. نعم هو طبعا ده قمه التحضر يعني. انا بفتكر انا بتحدث هنا ليس كمقدم برنامج، لكن بنفتكر دي تجربه نحن بنهديها عبر الفضائيه السودانيه لكل اللي بيتابعوا هذه الحلقة برا السودان أو داخل السودان، يعني حوار بين مواطن عادي ووزير. مش تعقيب، عندك إضافة؟ الإضافة بتاعتي محددة، إنه المثل المشرق هو اللي جابر بيصير السيد الوزير على ذكره هو سوداتيل، اتفق مع السيد الوزير في ده، اتفق مع الخدمات الأساسية اللي قدمتها سوداتيل. أما بخصوص 90% من الفقر أنا ما قلت أساسا، ده قال مركز دراسات استراتيجية تابع لحكومة السودان. لا انت قلت افقار الناس، وانا ذكرت المثال بتاع 90% بيضربوا من الناس، وذكروا الاخ كدوده قبل شوي يعني. نعم نعم هو يعني. السيد الوزير حاول يوريك اصل هذه المساله. شكرا جزيلا يا اخوي، الله يبارك فيك. طيب السيد الوزير، نواصل الحوار في مجال الخصخصه. انا عندي الحقيقه رساله مكتوب فيها هام وعاجل جدا من مهندس في سودانير، مهندس طائرات بسودانير مصطفى محمد عكير. عارفه برضه صديق قريب سوف وزيرنا دفع الورانا رجل عظيم نحييه. المرجو من سيادتكم تقديم السؤال الثاني للسيد عبد الرحيم حمدي وزير المالية والاقتصاد في لقاء الواجهة اليوم، وشكرا. السؤال: لماذا يتم خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية مع أن سودانير مرفق استراتيجي حيوي هام ويمكن إنغازها بالآتي؟ بيتحدث عن قصور إداري، ده أمر داخلي. أو أنا حقيقة أن سودانير عمره 54 عام وتملك الآن فقط 2 طيارتين، وأغلب الطائرات في سودانير مستأجرة، وسودانير تواجه مشكلة عدم توفر الإسبيرات للطائرات، وأيضا عدم توفر الإسبيرات لأجهزة الطائرات، ووصلت مرحلة من التدهور لعدم تمكنها من منح العاملين لمرتباتهم في الوقت المناسب. وإذا لم تتمكن الدولة من دعمها كما دعمت السكة حديد وغيرها، فهل من الممكن منح قرض من الدولة حتى تتمكن من الوقوف على قدميها بكل ثبات؟ هل من الممكن وجود استغلال مالي وإداري لسودانير مثل ما نجده في بعض شركات الطيران العالمية؟ أعتقد أن خصخصة سودانير سوف تسبب أضرار بالغة على المرفق وعلى العاملين، خاصة في موضوع فائض الأمان. أنتوا في اتجاه